طيبة نبثها لكم في هذه الحلقة المتجددة من برنامجكم أبعاد ثقافية، والتي نستعرض فيها أنشطة ندوة الثقافة والعلوم في دبي، الجهة الداعمة لهذا البرنامج، ونتوقف في محطات الفكر والفن، ونتعرف على وجوه جديدة من مبدعي الإمارات. أهلا بالجميع. مرحبا بكم. استضافت ندوة الثقافة والعلوم في دبي الأستاذ محمد إسماعيل حرب، القائم بأعمال مدير مركز توثيق التراث المصري، الذي قدم محاضرة قيمة حول أساليب استخدام التقنيات الحديثة في عروض المتاحف. وشهدت المحاضرة طرح مجموعة من الأفكار والأسئلة حول كيفية جعل المتاحف نقطة جذب دائمة للجمهور، نظراً لما تحويه هذه المتاحف من معلومات وآثار تاريخية يحتاج الجميع إلى التعرف عليها. نظمت ندوة الثقافة والعلوم بدبي محاضرة بعنوان استخدام التقنيات الحديثة في العروض المتحفية، قدمها الباحث محمد إسماعيل حرب القائم بأعمال مدير مركز حفظ التراث المصري، بحضور سلطان صقر السويدي رئيس مجلس إدارة الندوة، وعلي عبيد الهاملي نائب رئيس مجلس إدارة الندوة، ونخبة من المهتمين والباحثين. وقد أدارت المحاضرة شيخ المطيري رئيسة اللجنة الثقافية بالندوة. طبعا المعروض بالمتحف هو الأساس، التقنية هي أداة لتحسين أو لإضافة معلومات على القطع المعروضة، وده يمكن اهتمامنا الرئيسي، يعني التقنية هي أداة وليست هي الوسيلة، فبالتالي احنا بنشوف ما هو المطلوب أو ما هي الرسالة المطلوب إيصالها للزائر، وفي نفس الوقت بنضيف الطابع الشخصي للتجربة المتحفية، بمعنى أن يكون في تفاعل ما بين القطع المتحفية والزائر. طبعا استخدامات التقنيات الحديثة وخصوصا الهواتف الذكية أصبحت يعني خلاص بقت جزء مهم جدا أو جزء بيستخدم مع معظم الناس خصوصا الأصغر سنا، فبالتالي لازم نواكب هذا التطور بأن احنا نطور مجموعة من التطبيقات التي تساعد على جذب الكثير من الزوار إلى المتحف. أكد محمد إسماعيل حرب أن استخدام التقنيات الحديثة ليس هدفاً بحد ذاته، ولكنه يعد وسيلة ممتازة لتقريب المفاهيم وشرح الصور وتخيل الأماكن الأثرية والآثار، مشيراً إلى تطوير بعض التطبيقات واستخدام التقنيات الحديثة في المتاحف المصرية، وبالأخص استخدام تقنية الهولوغرام، أحدث تقنيات العرض المتحفي في العالم، والتي تجسد المكان أو القطعة الأثرية بشكل واضح جدا للزوار، أقرب ما يكون للحقيقة. المسرح الثنائي هو مصطلح يطلق على الأعمال المسرحية التي تكون من بطولة شخصين فقط. مدينة دبا الحصن احتضنت الدورة الثانية من مهرجان المسرح الثنائي بمشاركة 5 عروض من كل من الإمارات والبحرين وسوريا وتونس ولبنان، في تظاهرة متميزة حضرها عدد كبير من المهتمين بالمسرح والفن والتمثيل والأداء. انطلقت فعاليات مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي بنسخته الثانية بمشاركة فرق عربية وإماراتية وباستضافة مسرحيين ونقاد عرب، وذلك بتنظيم إدارة المسرح بدائرة الثقافة والإعلام في الشارقة. وكانت البداية مع مسرحية من لبنان بعنوان صفحة 7. Thank you.
صفحة 7 المسرحية الثنائية التي أضحكت الجمهور كثيرا، إلا أنها ترمز لمعاناة كبيرة وألم، هذا النوع الذي يسمى بالكوميديا السوداء. فهنالك إشارات كثيرة لما يعانيه هذين الفقيرين اللذين يعيشان حياة أقرب للموت منها للحياة، يتطفلان على موائد العزاء ليسدوا جوعهم، يطالعون صفحة الوفيات في الجريدة صفحة 7، ثم يتفاجأ أحدهما أن اسمه مذكور أيضا في هذه الصفحة دون أن يعي أنه قد مات فعلا، وقد مات مرات ومرات في هذه الحياة التي يعيشها. فلا فرق بين عيش ذليل يهين كرامة الإنسان وبين موته. المسرحية من تأليف وإخراج وتمثيل عصام بو خالد وفادي أبو سمرة. إنه على الآن بالنص والنص بين شو شو بين مين ومين بينك بيني وكيف بيني؟ ما مش ممكن ما لتكون على الآن بالنص، لازم يكون في شغلتين اثنين وانت على الآن بالنص بيناتهم، مش ممكن يكون غير هيك. بدك شيئين أو حيوانين أو إنسانين أو أي كائنين أو مخلوقين اثنين، وأنت تكون علقان بالنص بيننا. هون ما في، أنا وياك، أنا على طرف وأنت على طرف، فمش ممكن تكون علقان بالنص. ليك أنا مني طرف بالموضوع، أنا أساساً ما بحب كون طرف، أنا علقان بالنص وهالشي مزعزعلي بدني. شو خص الطرف بالنص؟ ليك لحظة، أنا هون وين؟ عالطرف. هون شو في؟ ماشي. فإذا أنت وين؟ بالنص. بالنص. ليك لحظة، أنا هون عالطرف. إذا أنت هون بالنص، فإذا هون لازم يكون في شيء، بس هون ما في شيء. بلا في. شو؟ أنت هون. كيف أنت هون وهونيك بنفس الوقت؟ بالحقيقة هالمسرحية مسرحية صفحة 7 مسرحية عملناها بلبنان من فترة طويلة، والمسرحية عم تنعاد دايما. مسرحية هي قصتها قصة بسيطة جدا، قصة اثنين متشردين عايشين في الشوارع وبفتشوا بصفحة الجرائد اللي هي صفحة 7 على العزوات، يعني مطرح ما ناس ميتين ليروحوا ياكلوا. الفكرة هالقد بسيطة، هي رحلة شخصين هالقد متعلقين ببعض، هالقد أصحاب، هالقد أصدقاء، هالقد في صداقة، هالقد في حب، هالقد في حزن، هالقد في كره، هالقد في مشاكل بيناتهم. فهي الفكرة من وراء كل هالنص أو هالمسرحية اللي عملناها، إنه قديش نحن بشر بين بعض عايشين، قديش بالآخر محكومين بالأسى والحزن والفرح، محكومين إنه نضل عايشين مع بعض. ردة فعل الجمهور بتصور كانت رائعة، لذيذ، حلو كتير. يعني نحن كنا حاسين هذا الشيء نحن على المسرح على فكرة، وبعدين الواضح كان هذا الشيء بالندوة، يعني بعد اللي صار النقاش اللي صار واضح انه العرض عمل فعله، يعني وصل للناس والتفاعل الناس بقلب. يعني نحن كان دائما دائما بس نعرض هالمسرحيه بنفكر هل جو، لانه هي جاي اخرت الشيء من بيئتها وجاي من عالمها وكل، هل رح تقدر توصل للناس اذا كانوا بعاد عنا مش بس بالمسافه يمكن ايه. فيبدو أنه لا، بعد عنده سحره هذا العرض ووصل، يعني وواضح كيف كان ردة فعل الناس. فنحن كتير سعداء بالتجربة وكتير سعداء أنه أثبتنا مرة جديدة أنه في منطق بالمسرح وفي شكل جديد من المسرح ممكن يفرض حاله برات المنطق اللي صار عادة عم بيلجأوا له كل الناس، أنه نحن تنعمل مسرح لازم يكون في كذا وكذا 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 أو ما فينا نعمل. نحن جينا قلنا لهم ما في شيء وعملنا مسرح. فبتصور هاي لازم في كتير ناس حيبلشوا يفكروا بمنطق جديد. عرض مسرحي آخر مبهر يرفع مستوى الذائقة لدى الجمهور، عقاب أحد للمخرج غازي الزعابي من تونس، حيث تحكي هذه المسرحية قصة الشخص المهمش البسيط موفق، حيث تدور أحداث العرض في حديقة عمومية يتردد عليها موفق باستمرار. طبعا ما في شك انه يعني اضافه جديده للمهرجانات اللي في الامارات، واتصورني يعني انا يمكن العام انا ما حضرت لكن حبيت السنه هاي احضر، ما شاء الله من اول عروضه عرض جميل وعرض كوميدي، وايضا الطقوس اللي في دبا الحصن طقوس جميله، وهذا الحضور الثقافي في اماره الشارقه يعني
واضح من خلال هذه المهرجانات المسرحية اللي تقام. يعد مهرجان دبل حصن للمسرح الثنائي ترجمة لرؤية صاحب السمو حكيم الشارقة الهادفة إلى توسيع خارطة النشاط المسرحي لتشمل جميع مدن ومناطق الإمارة، ويأتي كل ذلك في إطار البحث عن فضاءات جديدة واحتفاء بهواة المسرح ومواهبه الواعدة وجماهيره المحلية والعالمية. نتوقف مع فاصل ونواصل بعده فقراتنا. عرف عن الخطاط التونسي عبد الله عكار شغفه باستخدام القصائد الشعرية لإنتاج لوحاته، مقتفيا أحيانا وقع الخيول في شعر امرؤ القيس وعنتر بن شداد، وصولا إلى قصائد محمود درويش. الأعمال الجديدة لهذا الفنان احتضنتها صالة عرض برو آرت جاليري بدبي تحت عنوان كلمة من كلمات، وفيها ينتقل المشاهد إلى حالة من الإبهار البصري العالي مع هذه اللوحات التي تنم عن موهبة جمالية عالية وتتناول الحروف العربية من منظور جديد. نتابع. مزيج مذهل بين الفن التشكيلي والخط العربي، الكلمات بأبعادها الروحية وجمالها الشكلي وخطوطها العربية المتنوعة تمتزج معا في أعمال فنية مبدعة للخطاط التونسي عبد الله عكار الذي توطدت علاقته بالحرف منذ أكثر من 30 عاما. على الرغم من سنوات إقامته الطويلة في فرنسا، إلا أنه اتخذ من الخط العربي مهنة وحرفة وهواية، وأقام معارض كثيرة في أوروبا والعالم العربي. هذا معرض أقيم يعني هذه السنة، أعمالي مع الجاليري برو آرت عندها زمن من 2011، لكن الآن هذا معرض خاص لي لأعمالي، فيها أعمال من 2011 وفيها أعمال جديدة من 2016. إذا أن الأعمال هي ما نعبر عليها بثلاثة قيمات ثيمة، أعمال على القماش كما نلاحظ هنا، قماش شفاف كنت استعملته في أعمال اسمها المعلقات، المعلقات السابعة لشعراء الجاهلية منذ 2000، وهذه هذا القماش استعمله كثيرا من المعلقات او الاعمال الشعرية الطويلة. مثلا هنا لعمل لجدارية محمود درويش، الخط العربي له صدى منذ زمان، فهو عند الأوروبيين عند نظرة إنسان ما يعرف الخط يعني، فهي أشكال جميلة توحي بأعمال بخطوط بفضاءات جميلة. فالخط بالفرنسية يسمى كاليغرافي يعني بال إكريتور، الكتابة الجميلة، بينما العربية تسمى الكتابة أو الخط، ليس الكتابة الخط يعني خطوط، فالخطوط كثيرة وتكون عريضة جيدة إلى آخره. فالناظر للخط العربي هو يشاهد أشكال وخطوط قبل أن يفهم معنى ما كتب. هناك فنانين اليوم يستعملوا الخط بطريقة أخرى غير مفهوم، مثل نجم عداوي، مثل رشيد قريشي، مثلا رشيد قريشي يكتب بالعكس، لأن لا يريد أن تقرأ ما هو مكتوب، فالأشكال لها معناها أكثر من ما يوحي النص.
خط الفنان عكار في لوحاته أبيات شعرية وكتابات أدبية وكلمة في كلمات في معرضه الذي يقام في صالة برو آرت جاليري في دبي. فالألوان الجريئة وأنواع الخطوط المتنوعة في اللوحة الواحدة وأيضا إضافة القماش الملصق على جسم اللوحة يعطيك أبعادا جديدة في كل لوحة. تارة نقرأ الكلمات وتارة نتابع جمال اللون والتركيب الفني وحركة الحرف. وهل أجمل من الحرف العربي على الإطلاق؟ ليلى رحبانية اقتنصتها كاميرا برنامج أبعاد ثقافية من جزيرة العالم في الشارقة عندما أبدعت المغنية اللبنانية هبة طوجي بصوتها الرائع وقدمت مجموعة من الأغاني الرحبانية التي ذكرت الجمهور بالأعمال الخالدة للأخوين عاصي ومنصور رحباني، كما قدمت الطوجي جديدها من أعمال أسامة رحباني في حوارات موسيقية شيقة وممتعة. ليلة موسيقية رحبانية أحيتها الفنانة العالمية هبة طوجي، تصاعد فيها الهتاف والتصفيق الحاد وتسابقت الهواتف لتسجيل لقطات تذكارية مع نجمة هبة التي نثرت نفحات من الدفء على أجواء مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية بنسخته الرابعة على مسرح جزيرة العالم في الشارقة. أمسية الختام كانت حوارية موسيقية بين المؤلف الموسيقار اللبناني الكبير أسامة الرحباني أحد عمالقة الموسيقى والذي بلغت مقطوعاته ومؤلفاته شهرة واسعة وعزفتها أهم فرق الأوركسترا العالمية، وشاركته النجمة هبة طوجي من خلال عودة الفينيق للراحل الكبير منصور الرحباني، وقد قدم خليطا ساحرا من النمط الشرقي والغربي من الموسيقى. واليوم بالفعل العرض عالمي، فعلا فعلا اليوم أقدر أقول أنه مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية أثبت بجدارة أنه هو وصل للعالمية من خلال الاستقطاب الفنانين العالميين اللي يحضرون المهرجان، من خلال الجمهرة الرائعة اللي نشوفها، حضور ممتع اليوم رائع جدا جدا. نحن دائماً منقول الجمهور عايز كده، لا مش مظبوط، نحن دائماً كنا عكس التيار. الجمهور مثقف جداً، اليوم عندك آلاف وملايين الفضائيات، الجمهور صار يسمع كل شيء والإذاعات متلية الدنيا، قدمي للجمهور شغلة كويسة بيجي الجمهور بيحضر. غنت هبة في هذه الأمسية هموم الناس والوطن والغربة والاشتياق والحنين وحتى مشاكل الناس، غنت لقضايا تؤلمنا وتفرحنا، غنت بما يلامس حياتنا اليومية ويعالج قصصنا وأفكارنا من خلال طرح موسيقي عالي المستوى والأداء. أغاني هي صوت الشارع ونبض الناس والمرآة المعبرة عن همومهم وأحلامهم. هذه الموسيقى الراقية التي لها جمهورها الكبير على الرغم من وجود ألوان غنائية أفسدت الذائقة العربية، إلا أن الموسيقى الأصيلة يمكن أن تكون سفيرة للإنسان بنشر ثقافته وتراثه وأفكاره. يا حبيبي كل ما في السنتين ده يا حبيبي، وانا دايما وجوعنا وانا في موجعيتك جراح يتبادل يا حبيبي.
يسعى مهرجان الشارقة للموسيقى من خلال اختيارته المميزة للفنانين والفرق المشاركة من حول العالم، يسعى لتقديم نوع راق من فن الموسيقى الأكاديمي الذي يؤسس لثقافة موسيقية عالية لدى الجمهور ويخلق ثقافة موسيقية عالمية متنوعة بكل أنواع الموسيقى والفن والعزف الأصيل للمبدع. وقفة أخرى مع الفاصل، نعاود من بعده تقديم فقراتنا، ابقوا معنا.